مع النائب عبد الحميد كمال، مرحب بحضرتك معنا في موقع. اهلا وسهلا. مشاركة فعالة النهاردة من كافة القوى السياسية في الحوار الوطني في ثاني أسابيعه، بتشوفها إزاي لجانب حضورك الطاغي النهاردة في لجنة المحلية؟ الحوار الوطني النهاردة الأسبوع الثاني بيشهد نجاح لتعدد الآراء وإسراء الحوار من آراء متعددة بتعبر عن المجتمع المصري، وفي شكر موصول للدكتور ضياء رشوان والدكتور محمود فوزي وكل مجلس الأمناء والأمانة الفنية للأمانة لأنهم عاملين شغل، وحضراتكم طبعا كإعلاميين. النهاردة كانت لجنة الإدارة لجنة المحليات بتناقش قانون الخاص بالمحليات، المناقشات زي ما قلت كانت سرية، بس أنا هتكلم على اللي أنا قلته جوه اللجنة. أنا التزمت بأنه إحنا قدام المحليات قدام استحقاق دستوري واجب النفاذ، لأن المادة 242 من الدستور واضحة بتقول في خلال فترة 5 سنوات لازم كنا، إحنا عدينا 5 سنين من كتير، يعني من 14 لغاية دلوقتي إحنا 23، وبالتالي الغياب المجالس المحلية حصل مظاهر فساد كتيرة جدا، ده عمل مشاكل مع المواطنين وعدم رضا وتطلع لأن هم يطلبوا بحياة أفضل يستحقوها كمواطنين مصريين. الأول زاد الفساد، المظهر الأولاني لغياب المحليات زاد الفساد اللي عبرت عنه تقارير الرقابة الإدارية، تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، الأحكام القضائية اللي قالت إن في فساد حجمه كبير مالي بيتجاوز عشرات المليارات في جوانب متعددة، ظهر من خلالها مال مش ضايع بس لكن خدمات ضايعة على المواطنين. احنا بنشوف المشهد اللي احنا عايزين نطوره، أسواق عشوائية، بنشوف مساكن قايلة للسقوط، بنشوف مذابح للأشجار، بنشوف ضرب للتخطيط العمراني الخاص بالمحافظات، مشاكل كرادين المدن، تقنين أوضاع الأراضي، كل دي مشاكل متعددة. وبنشوف إن في بعض المحافظات ما رشدتش الإنفاق وعملت بذخ في شراء سيارات فخرة أو عملت مباني إدارية إحنا عندنا في محافظة السويس راجع لغياب الرقابة، يعني عمل 3 دواوين للمحافظة السويس، فيعني وأساس فاخر وكده، فده في ظل دولة فقيرة محتاجة تنمية، ففي ظل عدم وجود رقابة حقيقية من مجال الشعبية منتخبة بتسمح بحق الاستجواب وسحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية بما فيهم المحافظ، ده خلى السلطة التنفيذية منفردة بعيدا عن المجالس المحلية. الحاجة التانية ان احنا لينا تجربة قبل كده لما اتلغى الاستجواب، كلمة الاستجواب بالقانون تعديل القانون 52 لغى الاستجواب ولغى الحكم المحلي وحولها الى ادارة محلية، فاحنا النهاردة قدام استحقاق دستوري بيقول حق الاستجواب وسحب الثقة، طالما الدستور اقر حاجة ننفذها نحترمها وتبقى بضوابط بحيث يعني يبقى الرقابة فاعلة عشان نحقق التنمية في بلدنا. في انتظار الانتخابات اكثر يا معلم، احنا متوافقين على انه يبقى الانتخابات في المحليات مختلفة عن المجالس النيابية، المجلس النيابي دوائر كبيرة دي دوائر قليلة والناس تعرف بعضها، فاحنا مع الفردي والقائمة المشتركة بحيث ان النهارده مثلا انا محتاج نسبيه ومحتاج كمان، انا محتاج طبيب، محتاج متخصص، محتاج اقدر اختار بحيث ان ده اللي هيعمل خدمات في الاداره المحليه، وبالتالي احنا هيبقى في خطوره لو سيطر حزب واحد على انتخابات المجالس المحليه يبقى احنا بنبوظ او بندق مسمار في نعش المجالس المحلية. احنا عايزين مجالس محلية فاعلة تحقق رقابة شعبية تواجه الفساد تحقق خدمات افضل للمواطنين. شكرا جدا. العفو.